في عوي عزدي في عمري 35 تنعاني من إعاقة حركية. عندي واحد المشكل في الرجل، ما تقدرش نتحرك، ما تقدرش نخدم، ما والو. دابا لحقت القضية، تطورات عندي في الرجل، بات بحال بات خناز، بحال بات واحد الريحة، حاشاكم ولا إله إلا الله. وبغيت نتمنى من الله تعالى المحسنين يعاونونا، ومن الله تعالى والملك محمد السادس نسأل الله، نتمنى من الله تعالى يشوف محالي. هادشي راه بزاف، هادشي هذا والله العظيم الا مقهور. زعما تقهرت زعما الصراحه، لا اله الا الله. الوالدين انتم ما فحالهمش، الوقت غادي مقدقد، ما المعيشه غادي تتغلى. ومشكل دابا عندي انا المشكل دابا ديال الاعاقه، بغينا زعما نشوفوا زعما شي مشكل عندي هاد الرجل هادي. عندي واحد التشويه في الرجل، لا اله الا الله. ولا دابا خفت انا يقول شي وقع لي شي مرض خايب ولا شي حاجه. وتنتمنى من الله تعالى المحسنين تعالى يشوفوا محالنا باقا كيما كانت، ما تزاد واه. شافوا الناس قبيله هنا، شافوا الدار البيضاء تيحسبوا لي 80000 ريال واه. هذاك الشيء كلشي باين، راه كلينيك هذا كلشي باين، ماشي زعما مخبي هذا الشيء. بغيت هادشي وما كانش انا كاع شي محسن، الله يسر الله ويشوف حالي. بغيت انا يشوف هذاك الشيء ديك، ما نشد لا فلوس لا والو، فهمتيني. المهم انا عاين نداوى ونشوف محالي، واخا شي شويه باش نعيش انا مع وليداتي ووالديا وصافي. وغادي نتمنى من الله الخير، وان شاء الله ما يدير الخير ان شاء الله اذا سر الله. شحال المدير ديالك؟ 06 068 02 82 03.